مرحبا بحضراتكم مره تانية، ولسه معايا كابتن سيد بازوكا وكلام كتير على النادي الاهلي وعلاقته بنادي الاسماعيلي التاريخيه مع كابتن سيد. يا كابتن، كنا بنقول او بنتكلم على ازمه الاسماعيلي الموسم ده او الفتره دي، وكنت بسالك هي الازمه دي تنتهي ازاي؟ ايه اللي محتاجه النادي الاسماعيلي علشان تنتهي الازمه دي؟ لا، هو محتاج كتير، محتاج انه اولا دلوقتي احنا حظنا سيء انه ما عندناش فرصه اننا نأيد اي حد في الاتحاد، لانه احنا التأييد عندنا موقوف. عندنا المجموعه دي، عندنا نقدر نعمل لجنه محترمه، لجنه فنيه، لجنه كوره محترمه تدير النادي على برئاسه ابراهيم عثمان، يبقى هو الرئيس. انما يجيب لجنه، ولجنه تقدر مع المدرب الموجود ابن النادي محمد وهبه، نقدر نعمل حاجه. نقدر ونقدر نلحق، نقدر نلحق بالموجودين، لانه فيهم ثلاثه اربعه يعني من البيع اللي جايبينها يخدموا النادي جنب اللي موجودين. لما يبقى عندي، يعني تخيل لما عندي فيروت صغير اسمه حازم، هداف 99 ثلاث سنين، يعني من هو صغير هو طالع هو هداف البطوله اللي خدناها، هداف 99 ما بيلعبش. لما يبقى عندي شكري نجيب المقاولين العرب بيتنشا انه يشتريه، ما بلعبوش. لما عندي عبد الرحمن مجدي بقعده واشيله، لما بقى كويس دلوقتي بنتمنى انه بيخف من الاصابه ويلعب. طب وليه التخبط ده؟ يعني مين الشخص المسؤول عن التخبط ده وعن الازمه دي؟ اللي بريد اللي بيدير مهزوز، يعني جايبين مدرب قبل كده ريكاردو. ريكاردو ما دربش نادي الاسماعيلي لانه ما يعني عاوزه واحد يعني صنايعي، عاوزه مدرب صنايعي. ولما جاء طلعت يوسف قلنا الحمد لله طلعت مدرب كويس يعمل فرقه، يعني كويسه من وجهه نظري. شوف انت لما بتساليني عن مدرب نادي الاهلي بقول لك نفساني، هي يعني لعبتنا محتاجه كده. انا عندي ثلاث اربع لعيبه، انت بتستعجبي لما اقول لك اصنام. واحد انا مشتريه ودافع دم قلبي بيروح يضيع هدف ويرجع ولا هو هنا، ده تسميه ايه؟ يعني واحد ممكن يجيب هدف وممكن يساعد وممكن، ولا هو هنا، تقولي عليه ايه؟ لا، انا عاوز يبقى غيره، عاوز الناس اللي بيحبوا نادي الاسماعيلي زي اللعيبه بتوع زمان اللي بيحبوا نادي الاسماعيلي قلبهم على النادي الاسماعيلي. عاوز جيل 2002 يجي، عاوز جيل 90 يرجع، عاوز جيل 97، عاوز كل الاجيال دي تبقى الروح بتاعت الاسماعيلي فيها. انما دلوقتي ما فيش روح، الناس بتغلبوا ويتعادلوا ولا هو هنا. يعني تخيلي اسوأ بدايه في تاريخ نادي الاسماعيلي، البدايه دي اسوأ بدايه، انك تلعبي اربع ماتشات تاخدي فيهم 3 بونت، اسوأ من 12 هاخد 3 بونت. لما انا بلعب اربع ماتشات جميع الدوري حتى وانا سيء، يبقى على الاقل عندي 7 بونت. على الاقل عندي 7 بونت وانا ابقى سيء، انما يبقى عندي 10 بونت في الماتشات اللي زي دي، وبجمع ابنات كتيره. وكنت ندي السنه اللي بقول لك الاولى لعبنا فيها افريقيا كان الاهلي اسماعيلي، الاهلي اسماعيلي. انما النهارده لما احسبها السنه اللي فاتت انا بيني وبين بطل الدوري 50 بونت، كتير 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 في عرف الكوره، كتير